نطرح لكم سؤال هون وآسفين عليه. منذ أسابيع خلق الضجة على الفيسبوك وضامن معاكم الكثير من الناس. كد من قالت لكم قالها لكم شخص، شنو رأتكم على هذا اللي خلق؟ هذا اللي خلق خالق واحد وفيسبوك قالها لكم الفيسبوك، كتبها فيسبوك كورين قال له با 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 هاش با إبراهيم والله اسمه بعد با. ومن هنا سولت عن قضية وهو اسمه معروف التحق، ما هو التحق صفحة، ما هي صفحة رسمية، صفحة وهمية. نعرف ذاك اللي وراه. شنو ذاك اللي وراه؟ وراه لا أحد من الناس اللي ما يبغى وحدة موريتانيا يبغى يفرقهم، يبغى يفرق موريتانيا، يبغى يفرق حد اللي ينقال له اللي ينقال له البيضاء. ما يتواصل. وقال عني أنا قلت، قال عني يا سلام، وقال مولي عني كارهين موريتانيا خاصة أنا. اللي ينقال الحرطي هم كارهين. هو جاوبت ذاك الجواب اللي ذاك واللي يعني أنا ما لكن طقع قلت عني بيضاني بعد أنش اللي بيض. هو قال يا غير قلت عني بيضاني قافتي غايت البيضاني يتكلم كلام خلاقين يتكلم كلام وعايش بيهم وعايش بيهم وأهلي وأولاد عمي وأخوتي وأخوالي. يقول لي هو اللي صحيح اللي 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 هو اللي قلت هو إلى عاد بيهم العبيد، العبيد عند الحراطين وعند العبيد قاع ماركين. صحيح. معناها القضية ما هي قضية لو وحاجة اللي تلفن لي كوري ما نعرفه. كنا ما كنا أصحابي غير الله فيسبوك اللي نشأ لي أصحابنا وشين عنده اللي خلق وسويني. قلت له مدري كانكم أنتم الكبار عبيدكم يقد يعودوا شي ما هم كبار. قال لي ما يقد وش وساكم الصعبين الناس أخرهم كم تعدلون رؤية ما يبيعون. لأن دجان بوصلنا لنهاية وناختم معاكم بالكلمات.